اسف. إفدوكيا، اهلا بك اخت إفدوكيا، اسمك حلو. بعد ما وقع يوم، بعد ما وقع يوم، بعد ما وقع يوم، يفضل في كده لغاية لحظة الموت، لغاية لحظة الموت في جهاد مستمر، ما يضيعش جهاده المستمر أبدا 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 مهما كان. لأن لحظة وداع مفيش جهاد، أنت كده وقعت في مصيبة، أنت كده بتقول لربنا أنا مش فارق معاك، مش فارق معايا دمك خالص. بعد كده مزمور 117 عدد 5 وعدد 18، والإنجيل يوحنا 7، يوحنا إصحاح 3 من عدد 13 لآخر الإصحاح. بفوق بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصله من بشارة الإنجيل بحسب ما كتبه لنا معلمنا من يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. من تراتيل المزامير أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى سعتي، أن أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. هللويا. مبارك يأتي باسم الرب لا قوات ربنا ولا أنا مخلصنا ولكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد هذا نزل إلى كفر نحوم هو وأمه وأخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست بكثيرة، وكان فصح اليهود قد اقترب. فصعد يسوع إلى أورشليم فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من الحبال وأخرج جميعهم من الهيكل والغنم والبقر ونصر دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ها هنا ولا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وقال له اليهود إنه في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفتقيمه أنت في 3 أيام؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. ولما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب وبالكلام الذي قاله لهم يسوع. وإذ كان بورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه حين شاهدوا آياته التي صنعها. أما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه لأنه كان عارفا بكل أحد، ولأنه لم يكن محتاجا إلى شهادة أحد عن الإنسان، لأنه كان يعلم ما في الإنسان. والمجد لله دائما. فضلت صرخت للرب لما بنيجي نصرخ للناس في أي مشاكل أو متعب، مش هدولنا الحل 100%. احنا بتصلي وربنا بيرشد للحل المثالي، ربنا قادر يرشد للحل المثالي في كل شيء في حياتنا، فده اللي لازم نسلك به دائما، وهو ان احنا يكون ملجأنا الأساسي الله، والبشر مجرد وسائل خادمة لله. نحن وسائل خادمة لله ولقصد الله في حياة الآخرين. لو استوعبنا ده نكون مبسوطين. يعني تبرعاتك دي وسيلة، طاقاتك الفكرية وسيلة، طاقاتك العاطفية وسيلة. سلام على مثلا مزكين تعاملك، امكانياتك الفكريه، امكانياتك الماديه، امكانياتك الاجتماعيه، منصبك، كل الحاجات دي تخدم بيها ربنا، مش مجرد يعني
كل دي انت واخد عليها، تاخد عليها حساب قدام ربنا، على قد مسؤوليتك، على قد ما انت هتتحاسب، على قد ما انت هتتحاسب. يعني كتير بنيجي نتكلم مثلا على الفكرة الشائعة أو الشائعة جدا، يعني هي فكرة فلوس التبرعات. أكم من فلوس تبرعات بتوصل لرجال الدين عامة بشكل عام في كل المجالات الدينية في كل الأديان. روح فعلا حقيقة في لغاية دلوقتي في ناس أمنا وكهنة أمنا والكلام ده كله، بس اللي مش هيبقى أمين، اللي مش هيبقى أمين هيتحاسب قدام ربنا على كل شيء بيعمله، هيتحاسب على كل شيء هو بيعمله، لأن الله موكلنا على هذه الفلوس، موكلنا على هذه الأمانة، موكلنا على جسدنا، موكلنا على إمكانياتنا، مش سايبنا كده، يعني مش سايبنا اعمل انت عايزه في جسدك، لا، انت وكيل على جسدك، وكيل على نفسك، وكيل على كل شيء يخصك، يعني انت مش مالك لجسمك، مش مالك لإمكانياتك، مش مالك لحياتك. فتاجر بيهم صح لخدمة الناس وخدمة نفسك، وأهم شيء راعي ربنا وطز في الناس اللي عايزاك تعمل عكس ما ربنا بيقول. ربنا قال محبة حبك، ربنا قال ما نعملش تفرقة ما نعملش تفرقة، ربنا قال لك لما تيجي تتجوز اختار صح عشان ما تقعش غلط، تلاقي نفسك بتحط في مشاكل وولادك تحط في مشاكل والكلام ده صح. ربنا قال لك تقعد معاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، فقرب لناس فعلا تقربك منه مش تبعدك عنه، ولو الناس دي تعسرك ابعد عنهم خالص، لو الناس دي كويسة قرب منهم. فاحنا مجرد وكلاء على كل شيء ما نملكه ليس بالكذب. نبدأ في الترملات في الإنجيل نفسه، وبعد هذا نزل إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه. أهلا إنجيل. وأقام هناك أياما ليست بكثيرة، وكان فصح اليهود قد قرب، فصعد يسوع إلى أورشليم. المسيح طلع لأورشليم فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصغير الجلوس. مكان الهيكل مش المكان اللي اتحط فيه البس مسجل، حضرتك بسجل البس دي، ده حقوق شخصية، أنا ممكن أضيق. حقوق شخصية ممكن أضيق. وكان فصح اليهود قد قرب، فصعد يسوع إلى أورشليم، فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصغير الجلوس. أوبا، هو مكانهم الطبيعي ما يبقاش جوه الهيكل. نمسك اللي جاي بقى. فصنع صوتا من حبال وأخرجهم جميعا من الهيكل والغنم والبقر، ونصر دراهم الصيارفة وقلب مواعيد. في بداية المشاكل دي حد قطع فيديو وقال خادم الرب عصب. طب ما طبيعي خادم الرب يعصب لما شايف الناس هتولع في بعضها، وتخادم الرب طبعا كان عنده حق، ان لما عصب في الوقت ده كان قصد ان هو دنيا تهدى. المسيح سلام عليه، المسيح ربنا وإلهنا عمل ايه؟ صنع صوت من حبل وأخرج جميعهم من الهيكل والغنم والبقر، ونصر دراهم الصيارف وقلب موعدهم، وقلب موعدهم. يعني كان يهمه إنهم ما
يدنسوش الهيكل بالفكر ده. سلام ونعم الله. سلام ونعم دي واي بوكلي بابلي أندرو. سلام عليكم. وقال لبعث الحمام ارفعوا هذه منها هنا ولا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. ده مش المكان، مش المكان اللي احنا فيه نخش نخليه تجارة. السوشيال ميديا مش المكان للحروب الكنسية ولا المناقشات الكنسية إلا للناس اللي فاهمها. السوشيال ميديا استخدمها في الوسيلة البناءة، مش في ان انت تدمر صحتك ولا تدمر نفسك ولا تدمر الآخرين. سلام عليكم جيمس. ولا تدمر الآخرين. كل شيء سلاح ذو حدين، هستخدم الحاجة الصح. وقال لبعث الحمام ارفعوا هذه من هنا ولا تجعلوا بيت أبي تجارة. ما تجعلوش أماكن العبادة هي مجرد جمع تبرعات، هي مجرد معتبرينها نادي اجتماعي تحضروا وتتجمعوا فيه، هي مش مجرد مكان للتحزبات التافهة، مكان عبادة يحترم مقدس. انت لو بتغلط غلطة في البيت وبتغلط غلطة جوه الكنيسة، غلطة الكنيسة أصعب، لأن انت جوه بتتعنت ان انت تغلط وتصر على الغلط ده، فهو كان وجود حضور خاص لربنا أو ملكية خاصة لربنا. كل شيء ملك الله، ولكن ملكية خاصة لربنا جوه الكنيسة، ملكية خاصة لربنا جوه الكنيسة نفسها. فان انت تخش تخلي بيت ربنا بيت تجارة أو بيت أهداف شخصية ينطبق عليك كده، يتوقع ان انت شخص او انت شخص شخصية وعايزين داخلين الكنيسة الهدف هسوق لحاجة، اشقط عريس، عمل علاقات اجتماعية وبس. هو ده حلو مش وحش، بس ما بقاش ده الهدف. بس الهدف الاساسي تمجيد اسم ربنا. في وسط الاهداف الهدف دي تمجيد اسم ربنا بتلاقي الاهداف التانية بتتحقق، بس ما يكونش الاولوية للاهداف التانية. يعني انا دخلت الكنيسة تعرفت على ناس لقيتهم بيعملوا تسويق لمنتجاتي، شكرا حلو خير وبركة. بس بقاش انا بروح الكنيسة اصلا، انا اروح الكنيسة اصلا انا ده عامل بيزنس. حياة امك انت رايح تعمل بيزنس، كانت بركة عليك قبل ما تولدك، كانت بركة عليك. لا اصلا انا رايح اعلق بنت، هتعلق بنت وبعد ما تعلقها هتتجوزها. لا مش راح اتجوزها. طب يحرق ابو اللي علمك التربية لو انت مش راح تتجوز انت، يبقى بتعمل بقى العكس. بدل ما انت رايح المكان النظيف انت عايز توسخ الناس اللي في المكان النظيف. لا احسن لك ما تخشش. شكرا يفدوك يا، احسن لك ما تخشش. بخش في الوقت ان انت في واعي لنفسك مش سكران. قاعد على السوشيال ميديا قاعد بتعمل ايه؟ قاعد على السوشيال ميديا بتعمل ايه؟ كلنا بنتعرض للحروب، بس قاعد انت بتعمل ايه؟ رايح تركز بيت ربنا؟ لا قاعد على السوشيال ميديا تشقط بنات تنجز نفسك وتنجز غيرك؟ لا قاعد على السوشيال ميديا توقع الناس في بعضها؟ لا قاعد على السوشيال ميديا غيرة من ده وغيرة من ده وحقد من ده؟ طب ما تغير غيرة مقدسة. عجبك طريقتي جرب تعمل حاجة زيها، عجبك طريقة حد تاني جرب تعمل حاجة زيها. ما تجربش تطلع على نفوس الناس، ما تجربش تعمل الناس كوبري لشخصيتك ومصالحك. خليك بني آدم، الناس فيها اللي مكفيها، الناس جروحها فيها اللي مكفيها، مش مستنيين تكمل عليهم بجروح تانية. اتجرحت اقعد مع نفسك ومع ربنا وتداوى. جيزة روكي اهلا سلام عليكم. اتجرحت اقعد مع نفسك وتداوى، وتداوى سلام عليكم. فوق فوق لنفسك قبل فوات الاوان. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتك.
رجعوا بقى، شكرا نور، غيرت بيتك أكلتني. يا جماعة أنا هحقق الـ1,000,000 ولا إيه؟ أحلى تحية من النرويج، شكرا يا باشا. بص يا نرويجي، حط اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس على اليوتيوب. سلام ونعم نور، أهلا بيك، منور بس مش هيصنع. فأجاب اليهود وقالوا له، يعني ضحكتني قبل ما أكمل. وأجاب اليهود دي كنت بضحك جدا 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 لما اكتشفت، يعني بضحك بحزن على الناس اللي كانت عامله مؤامره، منهم اللي عاملين مؤامره لمجرد ان انا عايز اقول لكم ان التبرعات اللي بتيجي على القناه دلوقتي قلت بنسبه 50 مثال، 50 مثال متاكدين. يعني لو انا كان بيجي تبرع للاعمال الخيريه اللي بعملها عن طريق القناه 50,000، دلوقتي بيجي لي 1,000 مثلا. متخيلين؟ انتوا متخيلين؟ فدي من ضمن الحاجات، يعني احنا نغير من بعض نعمل حاجه كويسه، نغير من بعض حتى لو مختلفين نعمل حاجه كويسه، نطلع حاجه كويسه، مش تكسر فيا وكسر فيك. الاطفال هم اللي بيعملوا كده، والجميل في الاطفال حتى ان هم بعد ما يعملوا كده بينسوا، لكن انت لما هتكسر في الكبير وهو هيكسر فيك مش هتنسوا، وانا بالذات مش هتنسى، هتلاقيها بتحفر جواك، ولما تحفر هتلاقي نفسك بترقد في اي لحظه عشان الشخص ده تختص منه. ف لفوق فأجاب اليهود وقالوا له، أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أنت مين يا عم؟ أنت مين يا شخص؟ أنت اللي إيه ده؟ انت ايه الجبروت ده يا عم؟ انت مين عشان تتكلم في كده؟ لا تتكلموا مين ده؟ هو صاحب السلطان على كل العالم، ربنا يسوع المسيح اللي جه في الجسد، مش عشان واحد تافه زي الناس اللي واقفه في الهيكل دي وبيبيعه يقول له انت مين، مش عشان واحد تافه يقول له انت مين يا رب، انت بتعمل ايه في حياتي؟ لا 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 لا، ما انت هتقول له انت بتعمل ايه في حياتي، يبقى انت خسرت، انت خسرت. لا والغريبة ان كان بيسألوا السؤال ده مجموعة، جاب اليهود مجموعة بتسألوا السؤال ده. اجاب يسوع وقال لهم، انقضوا هذا الهيكل وفي 3 ايام اقيمه. يا منتهى الجمال، ايه ده يا رب؟ الهيكل ده كله يهدمه وتقيمه انت في 3 ايام؟ ايوه، بس هو ما كانش بيشيل ده، هو يقدر، اللي خلق الكون مش هيعرف يقيم الهيكل تاني حتى لو مش غير بنائين؟ ربنا مش فارق معاه، يعني في قدرته يقدر يعمل كل شيء، لكن فارق معاه ان هو يشركنا. الله بيحبنا يا باشا، تؤمر سلام المسيح حبيبي نور. سلام ونعمة يا مشيصني، يا ربي مظبطني ريال يبارك فيك سعودي، يعني انا كده بس اتهريت ريال سعودي من الصبح. يا رجال، ما سويت شيء يا شيخ، ما سويت شيء، الله يا يسعدك. حبيبي كمل، انا معايا بس واحدة مع واحد حبيبي بقعد استمع لعل وعسى يجوا اخواننا المسلمين هنا، ويعني يكون بث بر